السلام عليكم، كامل فلوج معاكم. دلوقتي احنا رايحين قصر المنتزه اهو، قصر هناك هصور لكم من جوه الفلوج وتشوفوا معانا باذن الله لقطه تروحوا جوه. مش لايك ومش لايك تفعيل الجرس، هنجيبكم القصر من هنا تاني كده الشوارع بتاعت الطفولة اهي. شايفين القصر واحنا اسكندريه ورانا. مش لايك ومش لايك تفعيل الجرس لحد ما نوصل للمنتزه معاكم. وطبعا هتكون شفتوه باللايف، اهلا لو مش شفتوه باللايف هتشوفوه معانا دلوقتي. احنا وصلنا القصر، اتفرجوا عليه. بس هو ممنوع الدخول جوه، ممنوع الدخول ده اصلا حرام لك يا جماعه. اسمه الحرام لك، هو في المنتزه بس هو اسمه قصر الحرام، واللي بانين ملك فؤاد وبتاع الملك فؤاد. طبعا هنشوفه على النت وهنخش قبل ما بعد ما اديش الفيديو، بعد ما اروح البيت هخش المعلومات واحطها لكم في الوصف، تاريخه وكل حاجه. ده اصلا اتصور في مسلسل، فاكر بقى مسلسل ايه ولا مش فاكر المسلسل ايه ولا اه اتفرجوا عليه واحنا خارجين كده. في فندق هنا اسمه فندق معرفش الهلال، الهلالان فلسطين، حاجه خاصه بفلسطين. شفتوا فلسطين اهو، احنا انتوا في قلبنا عشان تعرفوا ما معنى فلسطين، ولا على اهلي ولا ديني ولا عرضي ولا ديني، قلبي فلسطيني. لا فلسطين اهي جوه اسكندريه جنب قصر المنتزه، فندق هلال فلسطين. فلسطين او مش فلسطيني؟ فلسطين، كلنا عرب، كلنا عرب يا عرب. اين انتم ايها العرب من بحر العروبات؟ الفندق عشان تشوفوا الفندق اهو ورايا، وبعدين فلسطين. مش لايك واشتراك وتفعيل الجرس. النهارده اخر يوم يعتبر خاص اسكندريه، فكان لازم نيجي المنتزه بصراحه. ما ينفعش تيجي اسكندريه ما تجيش المنتزه ما تشوفش قصرين. المنتزه اللي انا اول مره اخش، بس هو صاحبي هو اللي كان بيتصور بيه جوه واصحابه بالعربيه بتاعتهم، فقلت لازم اجي اشوفه. مش لايك واشتراك وتفعيل الجرس. الفندق اهو في فلسطين عشان نبقى في اخر حته في اخر مرحله. فلسطين ورانا مش هنروح ورانا في اي حته. احنا الحمد لله وصلنا لاخر القصر اهو، خارجين يعني من القصر المنتزه او الحرام لك. فلوج كامل زي ما وعدناكم من وصلكم كل لحظه للحظه. نتمنى طبعا ان انتم تعملوا اشتراكات كتير ومتابعه كتير ومشاهدات كتير وتتفرجوا على الفيديوهات بتاعه التمثيل وقناه العائليه. سكتشات العائليه كتير قوي، سكتشات التمثيل كتير جدا. نتمنى التواصل الدائم المستمر معانا على قناة سايفر قطر ياسمين. اهي ياسمين هطبخ خير في الألوان بس هي تعبانة. ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. مش تعبانة، أنا زعلانة. زعلانة؟ أنا عايز أعرف أنا زعلانة ليه؟ اكتب في التعليقات وعدوني وأطلع أقول لك أنا زعلانة. طيب تعرفوا هي زعلانة ليه؟ اكتبوا في التعليقات قول لها أنت زعلانة ليه؟ ووعد منها هتقول لكم هي زعلانه ليه في فيديو يا لايف يا فيديو مسكر. هنشوف. يلا مش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. السلام عليكم، اهلا بكم في قناه صايب بركات. الفلوج بتاع البحر اهو، احنا نزلنا البحر بالليل بعد ما شفتونا في المنتزه. هتشوفوا البحر بقى وجمال البحر بالليل. مش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس في قناه صايب بركات، وتابعنا اكتر واكتر هنا وهنا وهنا. ايه يا حمودة فين انت؟ مش شايفك في الضلمة يا ابني. اوكي خايو اهو 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 حمد ده اهو محمد زكي خايلو وبيبوسك وبيبوسك ويا خايو. مروحين من القاهرة اهو. طب من اسكندرية عشان طيبين. اه مش لايك مش لايك تفعيل الجرس. هاي ما فيش الدبان. Thank you.
الحمد لله وصلنا. لسه بصور لكم احنا هنخش البيت عند جوز اختي كمان. مش الله ياكل مش الوقت في الجرس. هنحاول نصور لكم لما نروح بيتنا عشان احنا عند جوز اختي دلوقتي. يلا خليكم معانا لحد ما نمشي نروح واحده واحده عشان تشوفوا احنا كنا قد ايه. الحاجه والدتي هتلاقيهم مع الطلاب عشان تجيب لك السين. صور لكم لما تيجي. انا وصلت لسه داخل حالا الشقه. شكلي متعب تعبان. طب انا طلع على السلم او انا هنزل اجيبها. شلت شنطه السفر مش قادر امسك الموبايل. شلت شنطه السفر وهي نازل طالعه. هنزل اجيب العيال والعجله. هنصور لكم اخر دقيقه بعد وصولنا من المصيف كامل. ما تنساش اللايك واشتراك في الجرس. انا صايب بركات صايب بركات صايب بركات. اوعى تنسى اعمل لهم لايك.